عماد الأزرق ولد الشيخ أحمد الأزرق، وسي فتحي الضاوي خو سي لحبيب الضاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسي لحبيب الضاوي اللي هو شقيقي يعني، وسي الحاج الأزرق، هذوما واحد يعتبر رئيس التنظيم معناها الداخلي اللي هو معناها خويا عبيد، وسي الحاج يعتبر رئيس التنظيم في الخارج. معناها بالنسبة لخويا حبيب كان هو اللي ينسق مع الحاج أحمد الأزرق. التوجه متاعهم كان توجه إسلامي معروف. سي فتحي، أنت تحكمت وتسجنت مع سي الحبيب الضاوي ومع المجموعة هذه كلها، يعني الحكم هذا اللي يصدر بالإعدام على أفراد المجموعة، وشنو تعقيبك على الحكم هذا، وشنو يعني كنت تعطينا هكا، كنت تحطنا في إطار الجو اللي كان موجود وقتها في المحكمة بين ومعنويات اللي كانت موجودة بالأخص يعني سي الحبيب الضاوي. والله تعرف، شوف ثم حاجة مش أقول لك عليها. بالنسبة للجو متاع المحكمة، هو جو معناها احنا من اللي دخلنا معناتها بقينا تقريبا نص شهر معناتها تعرف في التحقيق في الداخلية. أنا من قعد الناس مازلت نتذكر رقم 680 أو 780 ورقة صحت عليه، ما نعرفش حتى ورقة شنو معناها، ما نعرفش الأوراق اللي صحت عليهم شنو ما هما وشنو في الوسط. تعرضت للتعذيب سي فتحي؟ تعرضت للتعذيب، معناها تعرضت للتعذيب والخيانة كل كاي، معناتها الأغلبية تعرضوا. عندي ساقي مثال هذه نجم نشوفه سامحني. والله وإن كان معناها نشوفه مش مشكل. أما هذه التوازي، هذه ضربني واحد ببرتكان لهنا، معناها تنفخت ساقي، عديت فيها المحاكمة. أيوة. وبعد معناها بعد المحاكمة معناتها كي تضحك النفاخ، معايا زوز دكاترة في المسجونين معايا، معناتها بشوية بشوية كعب حسب وجاي عجاو يشوفوا، قالوا لي رام ساقيك ما عادوش كبعضهم، معناتها حس رجلي كي رجعت معناتها ما تزبستش، رجعت عاجة شوية. المهم يهون كله في سبيل الله، ما فيش مشكلة. يبقى معناها تعرف بالنسبة للقضية معناتها متاعنا احنا، تحس بحاجة ان في البحث مثال في البحث نصح وما نعرفوش هل نصح. الرجل هذا معناها تعرف رجل عنده تاريخه بالنسبة للحاج أحمد الأزرق، يعني نحكي عليه بصفته رئيس التنظيم بتاعي، نعرفه اللي هو من يترأس البعث الإسلامي في المغرب العربي، من مؤسسين البعث الإسلامي في المغرب العربي في عهد الاستعمار. نعرف الحاج أحمد الأزرق اللي هو اعتقلوه ضمن المجموعة الأزرق الشرايطي. نعرف الحاج أحمد الأزرق اللي هو انشط في يوم من الأيام على ما نجمش نقول لك على مستوى بسيط أو على مستوى عالي، ما تعرف ولا مع حركة النهضة، ما يسمى بحركة النهضة الطول، يعني في الواقع نحن ديما نعرفها بحركة الاتجاه الإسلامي. من بعد نعرفوا الحاج أحمد الأزرق اللي هو معناها هاجر وخرج للمشرق، معناها وخرج معناها وجاهد في لبنان، جاهد في أفغانستان، معناها فين؟ فلسطين. في فلسطين هذيك هي الأم، فهمت؟ مع معناها الرجل هذا معناها كان عنده تاريخ معناها عظيم، وكان إنسان معناها معروف، معناتها تعرف ولا بالنضالات متاعه من عهد الاستعمار، العهد الاستقلالي إذا كان استقلالنا. الأخبار الخارجة على الموضوع هذا نتاع السجون السرية ونتاع
ولا نشكه حتى نشك حتى اخويا ينجم يكون مازال موجود حي. الاخ الكيلان الوشاحي الملازم الاول بالجيش نجم يكون موجود حي. معناها وعندي منذيف، وعندي منذيف سي عماد ماذا بينا ما نحبوش نجبدو، فهمت؟ عندي منذيف غير ما تطرق. لا عندك معلومات واحنا حكينا فيهم، ولكن من صالح القضيه ومن صالح التحقيق تو ما نديوش بها تو، لكن عندنا منظيف وانت عندك منظيف في موضوع الميل حبيب، فهمتني ولا الضاوي؟ ومعلومات في غايه الاهميه وفي غايه الجديه وفي غايه الخطوره، وقد تكون تضيف الى الملف هذا ككل، لان الـ 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 يعني الـ الهدف هو واحد والقضيه هي واحده. كي نحكيوا على الشيخ احمد الازرق ولا نحكيوا على سي الحبيب الضاوي، هما كانوا ينتميوا الى نفس المجموعه وحكموا في نفس المجموعه وفي نفس القضيه وفي ملف واحد، والعقوبه كانت واحده. وحتى الـ 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 يعني الـ الاعدامات اذا كانت تمت ولا ما تمتش، يعني كانت يعني تتراوح ما بيناتها يعني بعض اسابيع، يعني اسبوعين ولا ثلاثه، يعني يزينا مسكات. واذا كان مازال تم ارواح بشريه مدفونه بالحياه خليها تخرج للحياه، وما هو عيب اذا كان معناها الحكومات السابقه ارتكبت اخطاء في حق الشعب هذا، واخطاء معناها وجرائم في حق الانسانيه، مش عيب باش نعترفوا كما اعترفت برشا دول، كما اعترف ملك المغرب باخطاء والده وخرج الحقائق وما كانش عنده فروا وزيوب باش يقول راني فهمتي ولا بابا عمل وعمل 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 واعتذر باسم والده للشعب المغربي، وهذه شهامة منه. احنا زاد نكونوا في نفس المستوى، مش معناه ما يمس حتى شيء من شهامة الراجل اليوم المسؤول في البلاد هذه باش يقول راهو حكوماتنا السابقة غلطت في حق شعبنا، ورانا نحن جينا باش نصلحوا وماناش مستعدين باش نواصلوا في الشيء هذا. وهذا معناه تنجموا تثبتوه بكشفكم للحقائق، وما هوش عيب اذا كان غيرك غلط، كونك انت اذا تتسطر عليه برك وتتسطر على الجرائم فانت تصبح شريك لي، مع ان مش من العيب. ومش كان المغرب وعمليه تمزغت هذيك والناس اللي خرجت من الكهوف، فهمتي ولا، والناس اللي عندها، وهذم شهادات اللي هما كلام تقال. وانا ناخذ شهاده الاستاذ فهمتي عبد الفتاح مورو وقت اللي في البلاتو نسمع فيه يقول كونه معناها هو في الايقاف في سنه 84 يسمع في انين من وراء الجدار، وقعد 6 شهور وهو يخربش ويرقب باش حل النقبه، يلقى انسان من عام 57 منفي ومردوم فهمتي ولا لا تحت الارض، وعاملين نقبه معناها مسقف من الفوق يهبطوا له منها في الخبز، فهمتني؟ علاش معناها المعلومه هذه ما تداولهاش الاعلام وما خذتهاش بجديه الحكومات ووزاره العدل، وتم بحث وكشف عن حقيقه الشخص اللي قاها هذا، علاش تكتم حتى على المعلومه هذه اللي تنجم توصلنا لعده اشياء اخرى؟ هذا من تساؤلاتنا. ونخليك تكمل مع سيدي. شكون جاء نهار الحكم بالنسبه للمحاكمه اللي معناها محاكمه المجموعه؟ انا ما حضرتش فيها لانه ما كانش مسموح باش تدخل الا ولو عندك انت طرف في القضيه. معناها بالنسبه لي انا وقت الوالد ماهوش موجود في تونس، ما كانش مسموح لي باش نحضر في المحاكمه. بالنسبه لنا احنا معناها تعرف سمحوا لكل عائله، كل متهم يدخل واحد من العائله نتاعو. صحافه ثم صحافه. ثم تسجيلات للمحاكمات الكل. وثم تسجيلات للمحاكمات الكل. هذا معناها فيديو بالفعل. تابعين المؤسسة العسكرية. تابعين المؤسسة العسكرية وموجودين. أي واحنا من ضمن تو معناتها هذه ثورة. هذه ثورة والمفروض الثورة هذه يرجع فيها الاعتبار للناس الناضوا والناس اللي ضحاوا على البلاد هذه واحد. يجبدوا المحاكمات هذم وتعلن وتعرض للأمور. خلي العباد تعرف احنا يشوفوا كيفاش كانت الناس تحاكم، خلي يشوفوا المؤسسة العسكرية كيفاش كانت تحاكم، خلي يشوفوا حتى قلب الحقائق زاد. أني معناها تعرف يجي معناها يقول لي كذا وكذا، عبارة معناتها يقري فيا، معناتها شو نقول في البحث في الداخلية، يقول لي لا أنتم عملتوا كذا وكذا، أقول له لا، يقول لي لا عملتوا كذا وكذا، وبعدين صح عليه.
نصحح على الكلام هذاك. انا مش ما عملتش، انا عارف راحي عملت، انا مقتنع اني انتميت واني يحصل لي الشرف اني انتميت للتنظيم هذا. يبقى معناها تعرف ولا تزوير الحقائق والواحد ما هوش معقول. بالنسبه ها احنا فاشنا بالنسبه للمحاكمه تاع الوالد، بدات المرافعات تقريبا مع ماضي ساعه او ما بين نص الليل وماضي ساعه تاع الليل. نتذكر اللي في المرافعه نتاع الاستاذ فتحي عبيد، اذا ما لان الفتره زمن طال بها ياسر نسيت كلك ديتاي، المهم كونوا مع ماضي ساعتين او ماضي ساعتين الا حاجه سمعنا المراسيم. كما برشا ناس تعرف يعني في وزاره الدفاع وقت اللي تسمع مراسيم كانت الساعه معناها متاخره من الليل، كان هناك صمت رهيب. نعرف كيف نسمع صوت المراسيم في وزاره الدفاع، يعني الوزير جاء ما ينجموش يضربوا المراسيم لجنرال، حتى الجنرال ما يضربوش المراسيم ليه. خرج شقيق والدي عمي للكلوار البرا وشاف شاهد وزير الدفاع صلاح الدين بالي مرفوق بزين العابدين بن علي واتجهوا نحو بيروهم، طلعوا لفوق في الدروج. ثم بعد لحظات، بعد 5 أو 10 دقائق، ادخل الحاجب وشوش في وذن القاضي البشير المؤدب، وقت البشير المدب رفع الجلسة ودخلت معناها لجنة المحاكمة، يعني المستشارين وكل الهيئة نتاع المحكمة دخلت الداخل وغابت عن الأنظار تقريبا ما يقارب نصف ساعة أو أقل شوية. وكي رجعت المحاكمة معناها عاود خرج الحاكم، ما عاودش معناها كمل المرافعة. نتذكر وقتها الأستاذ محمد الهادي الزمزمي دوبما دخلوا رجعت اللجنة معناها المحكمة، هز يده طلب الكلمة يا أخي، قال معناها ما عطاهش الكلمة يا أخي، قال له سيد الرئيس أريد أن أذكركم فإذا بآية قرآنية، فإذا حكمتم بين الناس فاحكموا سامحوني احكموا بالعدل يا اخي. سكتوا، قال له ماكش انت باش توريني، ماكش انت باش تعلمني كيفاش نحكم هكا. والتسجيلات لو كان يخرجوهم تسمعوهم.